مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعين قنوات الكاس الرياضية، يا هلا ومرحبا فيكم وين كنتوا وين ما كنتوا، بالمحبة نلقاكم ونستمع معاكم في الكاس والناس ساعة من الزمن نقضيها معاكم وإن شاء الله تستمتعون بفقراتنا اللي مجهزينها لكم. في البداية رحب زميلاتي مريم جلنار لين زامل. هلا بزامل، مساء الخير مشاهدينا، مساء خاص للغاليين علينا متابعين ومشاهدين برنامج الكاس والناس. أيام معدودة تفصلنا عن الحدث الأكبر في قطر، كأس سمو الأمير المفدى، الكل في حالة ترقب لمعرفة من سيكون حامل وبطل الكاس الغالية. فيا هلا ومرحبا فيكم في هذه الحلقة الجديدة. مساء الخير زملائي جنار وزامل، وأيضا مساء الغلا والمحبة متابعينا وين ما كنتوا، مثل ما تعودتوا نطل عليكم في تمام الساعة الثانية والنصف، نواكب الحدث الأهم في قطر بضيوفنا وفقراتنا المنوعة. وخلونا نبدأ برنامجنا بالعناوين. انطلاق النسخة 34 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة. منتخب الجالية الأردنية يتوج بطلا لدورة الجاليات الآسيوية بالدوحة. صناعة الجلود أحد الحرف التراثية، نتعرف عليها عن قرب. مشاهدينا طبعا فقرات كثيرة ومنوعة في حلقتنا لهذا اليوم، وتصل اليوم الطائرة القطرية اللي علمتها فريق النادي الريان لكرة الطائرة، جاي من البرازيل بعد ما حصولهم على المركز الثاني في البطولة، إنجاز عربي وكذلك إنجاز قطري جديد يضاف للكرة القطرية ولكرة الطائرة. وطبعا خسارتهم وخسروا في المباراة بين أمام بلغرود الروسي، كما اكتسح لاعبو رهيب الجوائز الفردية بمونديال البرازيل وحصلوا على أفضل لاعب ضارب وأفضل لاعب استقبال وأفضل مرسل، كما حصل الفريق على جائزة ثاني أفضل لاعب وسط شبكة. بيض الله وجيههم على الأداء الطيب اللي شرفنا. أكيد زامل احنا بدورنا نبارك للرهيب. ومن الريان ننتقل إلى الأهلي، حيث قال خالد شبيب المشرف العام على الكرة والمدير التنفيذي للنادي في حوار خاص للكاس أن نجاح العميد الأهلاوي هذا الموسم ليس بالصدفة، وأن هناك من يحسد الأهلي على نجاحه، هذا بجانب أن من اختبار أو اختار لاعبي منتخبنا العنابي ظلم الأهلي، وأن كثرة الموارد المالية دمر الكرة القطرية. تصريحات نارية يمكنكم معرفة تفاصيلها في الحوار الحصري على الكاس دوت نت. أكيد مريم، يعني اعتدنا على تصريحات خالد الشبيب النارية. خلونا نروح من الأهلي إلى الجيش. أزمة الجيش مع الاتحاد الأسيوي لا تزال مستمرة، حيث أصدر أمس دكتور ثاني الكواري أمين السر العام بنادي الجيش بيان صحفي أكد فيه على قيام إدارة النادي باستئناف قرار لجنة الانضباط بخصوص قضية أنور جافاروف لاعب نادي بونيودوكور الأوزبكي، حيث أكد على أحقية نادي الجيش في الحصول على الثلاث نقاط بعدما خالف النادي الأوزبكي لوائح الاتحاد. والآن نعود بالزمن إلى الوراء لمعرفة ماذا حدث في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم 12 مايو، في مثل هذا اليوم من عام 95-900 و1000 تمكن نادي الريان من تسجيل اسمه كأول نادي قطري يحرز لقب كأس ولي العهد الأمين بعدما تمكن من الفوز على العربي بأربعة أهداف لهدف. عام 97-900 و1000 اختتمت فعاليات بطولة الدوحة الثالثة المفتوحة للتنس التي أقيمت بمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، وتوج القطري سلطان خلفان بطلا لمسابقة الفردي عقب فوزه في المباراة النهائية على الفلبيني ماتي لوكس بشوطين لشوط. عام 2005 نظم الاتحاد القطري لألعاب القوى لقاء الدوحة للجائزة الكبرى سوبر في ألعاب القوى بمشاركة العديد من أبطال وبطلات العالم بمن فيهم أبطال من 8 دول عربية. عام 2008 حقق فريق العربي للكرة الطائرة للرجال لقب الدوري الممتاز بعد تغلبه على فريق الريان بنتيجة 3 أشواط لشوط 1 في المباراة الختامية للدوري والتي أقيمت بينهما على صالة النادي العربي الرياضي. عام 2011 فازت الفرس تميمة ملك خليفة بن حمد بن خليفة العطية بالمركز الأول في السباق 39 للخيل الذي أقيم على المضمار الأخضر بالنادي على كأس لوسيل. يا
يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا نحب نذكركم بتويتر البرنامج كذلك انستغرام البرنامج اللي حاب يطرح اسئله على ضيفنا او علينا او يحب يشوف صور كواليس البرنامج حياه الله من خلال حسابنا في الانستغرام. اكيد زامل يعني نتكلم اليوم عن كان الصبح يعني انعقد مجلس امناء جائزه الاتحاد القطري لكره القدم صباح اليوم، كان في مؤتمر صحفي علشان يعلنون القائمه النهائيه لاسماء المترشحين من طبعا مدربين لاعبين واعدين وغيرها. يعني اهم ما جاء انه التونسي سامي طرابلسي مدرب السيليه، التشيكي ميلان ماتشالا مدرب الاهلي، البلجيكي ايريك جيرتس مدرب الخويه هم الاقرب لان يكونون في القائمه النهائيه. طبعا احنا ما قاعدين